إن المحاربة للفساد يجب أن تتم بوسائل القانون، بمساطر القانون، في دولة القانون وفي احترام تام لكل مقتضيات القانون. هذا الموضوع لا يجب أن يكون محل حملة أو إجراءات انتقائية أو يعني مناسبة لإظهار مجهود خاص في مجال محاربة الفساد. محاربة الفساد يجب أن تكون مجهودا يوميا عاديا. كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تتحمل مسؤولياتها بشكل منتظم، لا يخضع لا لمفهوم الحملة ولا لمفهوم اللحظة أو المناسبة السياسية. واحد العمل سيكون يمشي بهدوء، بحكمة، باستحضار كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وباحترام قرينة البراءة، وبالتأكيد القوي على أن إرادة المغرب ملكا وحكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا هي مواجهة الفساد بكل أشكاله. ندق ناقوس الخطر أنه العدد المهول ديال المتابعات وديال الملاحقات القضائية والقانونية، راه احنا تنعرفوا أن مجموعة من الملفات، فالعدد الحقيقي ليس 30 برلماني، احنا نراهن على 130 برلماني اليوم اللي عندهم ملفات، يعني ثلث ديال من المؤسسات الشريعية على المستوى البرلمان. أما على مستوى الجماعات والمؤسسات المنتخبة فحدث ولا حرج، والدليل في كلامنا هو التقارير التي أصدرتها مجموعة من المؤسسات الدستورية التي تعنى بالافتحاص. وزير وهبي، وزير وهبي هي أنا تنعتبر شكاية وزير وهبي في مواجهة صحفيين ونشطاء، وأنا لا أدخل في التفاصيل ديال المحتوى ومضمون ما صرحوا به الصحافة، ولكن من أنا أتكلم من منظور ووجهة نظر المنظمة المغربية لحماية المال العام، أنه شيء مؤسف أن وزير في الحكومة ديال وزارة ويتقلد وزارة العدل أن يرفع الشكاية في مواجهة صحفيين. أنا بالنسبة لنا احنا وجهة نظر ديالنا أنه وجب هذا الشيء مؤسف، لأنه خصو يترفع على هذا الشيء، وعلى الخصوص أنه يخدش الصورة يعني الإيجابية والمتميزة التي حظى بها المغرب والتي وصل إليه المغرب، وذلك عن طريق انتخابه رئيس مجلس حقوق الإنسان، منظمة تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الأممي. يعني أنا تنعتبر ما قام به السيد وزير العدل والشكاية الوضع هو تراجع وردة حقوقية على مستوى الحقوق والحريات وحرية الصحافة وحرية التعبير. نحن ضد كل من يشهر أيا كان، وزير أو غير وزير، مسؤول أو مواطن عادي، ولكن بحكم أنه بصفته الحكومية أنه تنعتبر أنه هو هجوم على المكتسبات، هجوم على الحريات، هجوم على ما ركمه المغرب طيلة يعني أشواط وسنوات من الترافع ومن النضال للوصول إلى ما نحن اليوم بصدده، عن طريق الوثيقة الدستورية، عن طريق مجموعة من المؤسسات الدستورية التي تدافع عن حقوق الإنسان. نحن هنا اليوم لا ما يمكنش لي أنا أقيم العمل ديالو داخل الحكومة، غير موفق داخل الوزارة حسب قناعاتنا وحسب يعني تقييم اللي منذ دخولي إلى الوزارة إلى يوم، وهو يشعل الحروب. فيعني أنا في اعتقادي أنه سبق في دورتنا ديال المجلس الوطني السنة الماضية أن التمسنا في بياننا الختامي من أجل إعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك ملتمس مرفوع إلى جلالة الملك طبق مقتضيات الدستورية والفصل 47 من الدستور. السجن ماشي في يده، هو سلطة تنفيذية، السجن ما فيه حتى شي واحد. من يقيد الحريات معروف، المؤسسات التي تقيد الحريات وموثقة في الوثيقة الدستورية، فيقول ما يشاء في مواجهة الصحفيين. فأنا في اعتبارنا أنه كان يكون كبير من هذا الشيء. أنا في اعتقادنا كمنظمة كان يكون كبير وما يدخلش على الحروب مع الصحافة ويبقى كبير.
عديد من مسؤولين كبار جدا انتقدوهم وشهروا بهم، ويعني ما بقاش يعني عندهم ثقة في نفوسهم. تقول لك انا غنزل صحفي ندي الحبس، يعني انا تنعتبر بانه هذا شيء مؤسف. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.